السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم مقطع جديد من فيفا موبايل. اليوم بدنا نتعلم كيف أفضل مهارات فيفا تقدر تعملها على لاعبين 4 نجوم. طبعا في أكثر من مهارة، في منهم 4 نجوم، 3 نجوم، في نجمتين والنجمة واحدة. طبعا احنا لازم نفوت على التشكيلة الأساسية ونفوت على حركات المهارة. طبعا بعد ما نخلص على حركات المهارة حيطلع عنا المهارات هون. لازم نكبس عليهم تفعيل، لأن بيكون هيك مسكرات. لازم نكبس عليهم كبسة تفعيل. حاليا أنا بدي أفوت أجربهم. يعني المهارات بتفيدك في إنك تتراوغ، منها المراوغة، منها التمويه، وبتفيد إنك بالهجمات المرتدة والسريعة غالبا، وعشان تتخطى الدفاع لما تيجي تسدد. يعني لو أجينا هون راح هاي أنا ماسك ميسي، لو رجعت لو كبست على خط الرفع رجعت الجول لورا، كبست الركض لورا لهاي الجهة، راح أخذ الكرة من أو ظهره. ولازم أول إذا تيجي تقرب ترجع الكرة. طبعا لو كان في مدافع بتعملها من فوقي وبتسدد الكرة وبتجيب جول. فهسا لو بدي نعمل الحركة الثانية اللي هي تمويه بالقدم، هاي بتعملها بتزيع على المدافع وبتكمل الهجمة. صراحة مش من أكثر الهجمات، مش من أكثر المحاولات اللي أنا بحبها، ولكنها بتفيدك. أما أكثر واحدة أنا بحب أستفيد منها اللي هي هاي الحركة. لازم أنت ترفع الجير لفوق، تكبس على كبسة الركض وترفع الجير لفوق، راح اللاعب يسرع ويراوغ بالكرة. طبعا لو في حركة لو بدي أعلمكم إياها، لو عملت حركة الجير لورا راح تدخل الكرة من بين رجليك من بين رجلين اللاعب، وتكون المهارة تكون أحسن. شايفين لو رجعت الرجلين كان عمل. هسا عنا مهارة المقرب الأعلى. هاي المهارة بتحتاج نجمة واحدة مهارة. طبعا ما بحس انها منها يعني، ولكن يعني اغلب اي لاعب بقدر يعملها هاي المهارة. هاي المهارة كيف بيجي بيعمل، بيرفع الجير لفوق، ترفع الجير لفوق، فلازم انه ترفع الكرة للأعلى. شايفين كيف؟ عفوا، لو نزلت الجير لتحت راح ترتفع الكرة للأعلى. طبعا راح ترتفع ولكن بمقدار بسيط، يعني ما راح ترتفع المقدار كبير، وبتبطئ سرعة اللاعب، عشان هيك بحس أسوأ القدرات. طبعا بدي أعلمكم حركة هاي بتفيدكم كثير في حالات انت كنت تلعب مباراة. لو انت حاب انك تلعب مباراة ضد صديقك وحاب انك تجيب عليه جول راح يكون خرافي. اول اشي لازم تيجي باللاعب وتعمل مهارة انك تقفزها، ومجرد ما تصل الارض تشوت الكرة. خليني اعيد المحاولة. ترفع الكرة زي هيك، بتشحنها، بتشوط. لازم بدي أعيدها عشان لازم تزبط. العادة كانت تزبط معي، ولكن هسا عشان بصور فيديو أكيد ما راح تزبط معي، ما بعرف ليه. العادة بكون في مدافعين وأشياء وبقدر أعملها، هسا ما في ولا إشي مش قادر أعملها. تسحب الجير لورا مش هيك، انا بالغلط، ولكن عادي سامحوني.
تركض تسحب لورا. ليش باصة؟ خلاص هسه تكون المحاولة الأخيرة. زبطت زبطت، ما زبطت خلاص. هاي زبطت، إنه بترفعها وهي مرفوعة بتطلع بالكرة، أول ما تطلع تطلع الكرة. خليني أطلع من الجيم وبدي أروح أجربهم بمباراة طويلة، بدي أروح أجرب المباراة بدون تنافس. هجوم التنافس، ما اجيب العيد كثير وما ما يكون عندي، ما اجيب ما يخلطوا ما اخسر العيد كثير. هو المفروض هنا كوت اعلى هو فايز مرات اكثر طبعا، بس في واضح انه بايع شليت عشان يجيبها. انا شوف كيف يجيب انا بقولكم انا دايما بعملها بس ما بعرف من قبل شوي اللي هي كانت تصبح. ما عملناها هاي المرة ولكنها شايف كيف تجي من عند المدافع تعمل هيك ترفع كرة من قبل المدافع، طب هيك بتعمل ترفعها للآلة تعمل هيك وتعمل بس ما. ولحد الآن ما جابش الجول الثاني، هسه جاب الثالث. عشان كيف تيجي تعمل هيك من هاي، عشان هيك بحكي لكم انه هاي المهارة من احسن المهارات، بس مشكلتها انه مرات تفلت معك الكرة فما انا ما بعرف اجيب ركلات جزاء، ما بعرف ليه يعني بجيب جوال بكل شيء الا هو هون. طبعا بعطيكم نصيحه، يعني اغلب اللاعبين بتعرفوا هاي النصيحه، ولكن بهجوم التنافس خاصه مجاء اول ما تباصي للاعب قرب من الجول باصي شوف بس انا ما لبستش القابعة اصلا. وانتهى فيديو اليوم، اتمنى يكون عجبكم، مع السلامة.